يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من تأخير الصلاة على الميت رغبة في كثرة أعداد المصلين عليه، وهل كثرة المصلين لها تأثير على ذلك؟ ما في شك، كثرة المصلين فيها زيادة أجر للميت، دعواتهم أرجى أن تقبل إذا كانت كثيرين، هذا من مصلحة الميت. إذا كان التأخير لا يضر بالجنازة، انتظارا لمصلحة الميت بكثرة المصلين فلا بأس. نعم.